بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. انا بس كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناتنا الاهلي، وتحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، الكابتن علي عبد الرحمن، الكابتن احمد بلال. بدايه كابتن ايمن، خلينا نتكلم قبل ما نروح للحالات التحكيميه. ما يحدث الان من التحكيم، عندنا مشاكل ومش هقول كلام مرسل، ولكن احنا معانا الحالات. صح. السؤال النهارده، هل موجود النهارده الفار كان موجود؟ الفار كان النهارده موجود في المباراه؟ حتى لو موجود، يعني انا بكلم في دايما في حاجه جميله جدا يا كابتن. انا النهارده عندي حكم دولي اسمه محمد عادل يدير اللقاء يا كابتن اسامه. على الاقل النهارده في هذه المباراه الصعبه بقول يجب ان انا احط على الفار حكم ليه خبرات في ايه؟ يبقى على الاقل قريب من محمد في التقدير. لان انا عندي حالات هنا يعني انت هتشوفوها تستغربوا قوي، فين الفار؟ صح، فين الفار؟ انا شايف النهارده في قرارات كتيره كابتن علاء النهارده كان يجب تدخل الفار، للاسف لم يتدخل فيها ابدا. مش عايز اقول النهارده التحكيم منع الاهلي او يعني حرم الاهلي من الثلاث نقاط طبعا النهارده، ومش عاوز اتجنع التحكيم، ولكن هناك اخطاء تحكيميه اثرت بشكل كبير في نتيجه المباراه كابتن علاء. وحضرتك بتتكلم عن حقائق يا كابتن، ما ده اللي حصل فعلا النهارده. بالظبط بالظبط. كل حاله معانا وبنطلع بنتكلم بامانه بامانه، ومفيش حد ابدا بيملي علينا حاجه كابتن هنا في هذه القناه، ومحدش بيقول قولوا ايه وما تقولش ايه. وهنجيب الحالات يا كابتن علاء ونشوف الحالات التحكيميه اللي موجوده معانا واحده واحده كده، بدايه من التحكيم النهارده كان الحكم الدولي محمد. على فكره محمد دي رابع مباراه كابتن ايمن. دي رابع مباراه لمحمد عادل للنادي الاهلي. يمكن اكتر حكمين حكموا النادي الاهلي كان محمد عادل، حكم مباراه الاهلي والاسماعيلي، ادار مباراه الاهلي والزمالك، ثم الاهلي والجونه اللي كان فيه مظبوط طرد لسيف العجوز الشوط الاولاني والشوط الثاني. مظبوط. برضك نفس المشكله، كان يجب ان احنا يعني في حاله طرد للاعب الجونه وما طردش وتغاضى عنه، المباراه طلعت 0-0. يعني عاوز اقول الطرد دوت في مباراه الاهلي والجونه، والطرد موجود انذار في انذار. صح. تعالى بقى النهارده نشوف الحالات التحكيميه. النهارده طبعا محمد عادل مع الحكم اللي هو المتميز دايما محمود ابو الرجال، حكم مساعد اللي هو راح كاس عالم، بنقول عليه دايما متميز، وعنده حاله طبعا حاله هنجيبها كابتن احمد وهنشوفها. وعندنا طبعا هاني خير نفس الشيء، حكم متميز، وعاطف حسين، وكان على الفار مدحت مصطفى وهاني العراقي. نشوف اول حاله كابتن معانا كابتن علاء. هذه الحاله ركلة الجزاء لا يختلف عليها اثنين، الشد موجود والمخالفة موجودة، وزاوية الحكم كانت زاوية رائعة جدا، لم يتردد في احتساب المخالفة. السؤال يا كابتن هنا، بس هقف كابتن بعد إذنك هقف. خلاص هنا الشد موجود يا كابتن، هنا نمشي 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 نمشي، خلاص هنا الإيد على الكتف وبيلف، ثم وبعد كده الإيد الثانية بتمسك وركلة الجزاء موجودة، مفيش فيها كلام. هو أنا النهاردة كدوري كحكم، السؤال ان انا احسب ركله جزاء وخلاص؟ هو الكون النهارده مش اتكلم على حاجه اسمها تنفيذ او اجراءات تنفيذ ركله جزاء. واحده واحده. صح. ده في كارثه هنا يا كابتن حصلت. مظبوط. تعالى في التنفيذ، خلاص احنا قلنا هنا ركله جزاء صحيحه لحسام حسن. هاجي بس لحظه تنفيذ وهقف، ستوب. ستوب بس ارجع تاني سنه صغيره، سنه صغيره. الحكم طبعا في موقف سليم، شايف كل اللعيبه، احنا قلنا يا كابتن في التنفيذ بص حسن زي. لابد ان جميع اللاعبين خارج منطقه الجزاء. مظبوط. عارف يا كابتن المشكله في ايه كمان؟ ده اللاعب اللي دخل اللي هو مين؟ حسن. هناك اهو حسن باك ليفت. حسن شاهين. حسن باك ليفت. نشوف هيعمل ايه؟ هيشد الكره بعد كده. دي مظبوط. يعني عارف لو دخل، لو دخل، طب خلينا نشوف اللعب الاول، نشوف. يلا خلينا نمشي، يلا نمشي. خلاص احنا قلنا ماشي نمشي بقى ونشوف هو امير هيعمل ايه هنا بقى. هو اللي حشد الكوره. يعني هو لولا تدخله الغير مبرر ممكن تروح ومخالف دايما للاجراءات، انت تروح لزياد طارق، انت بتدي فرصه لمين يا كابتن محمد؟ انت بتدي فرصه للمخطئ. سؤال، هذا اللاعب اخترق المسافه القانونيه اللي هي المفروض ان هو خارج منطقه الجزاء. طب ممكن سؤال هنا بعد اذنك كابتن؟ اتفضل كابتن. هل للفار حق التدخل؟ كابتن احنا قلنا دايما وابدا الفار يتدخل مع حارس المرمى فقط. اما دخول اللاعبين هي شغله الحكم. وانا الحكم النهارده زي ما قلت مش علاقتك بركله الجزاء ان انت تحسبها فقط. ايوه كابتن ايمن، في مشكله كابتن بلال، انا لما بحسب ركله الجزاء بالنسبه لي انا كحكم ما عنديش مشكله، سهله.
ولكن اجراءات تنفيذها هي بالنسبه لي كانت بتبقى صعبه. ايوه. هل اللاعب اللي دخل كمل؟ هل اللاعب اللي دخل ما كملش؟ انا النهارده هرجع تاني هنا يا كابتن محمد عادل، سؤال هذا اللاعب اللي دخل واخترق المسافه ثم بعد كده استفاد من دخوله المخطئ وبالتالي شتت الكره من قدام لاعب النادي الاهلي اللي هنا، كان يجب فورا 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 اعاده ركله جزاء. لو انت محضر حالك حكم، دي حاله من الحالات كان لابد ان هي تتعادل يا كابتن عادل طبقا للقانون وليس لاهواء احد. دي الحاله الاولى. متفقين يا كابتن بلال؟ متفقين خلاص؟ نروح للحاله الثانيه. يلا. هنا نشوف هنا الدخول يا كابتن اسامه. نشوف الدخول تاني. نمشي. الحالة ديت عندنا عادل ليها؟ ها ها رجله مرفوعة. بص يا كابتن ها يعني هنا في ايه؟ ده تتطرق للكارت احمر يا كابتن. هنا ايه؟ كارت احمر. هنا انذار. تمام؟ تعال بقى شوف اللعبة دي. نشوف اللعبة دي يا كابتن تاني كده واحدة واحدة. هات لي الزاوية الأخرانية. الزاوية الأخرانية من فضلك. هات لي الزاوية الأخرانية. هنا في انذار ولا مفيش انذار يا كابتن؟ لا هنا في انذار. طب تمام؟ يلا خلينا نمر اللي بعد كده، الحالة اللي بعد كده. تمام. خلي بالك بقى هنا في حاجة، هنا اللاعب اللي رمى الكورة ده كابتن كريم مصطفى. واحدة واحدة. يا كابتن محمد أنا ما عنديش حسابات في الماتش. صح. من فضلك اللي يستحق الطاقة اديله البطاقة. أنا ما اضمنش الماتش يمشي إزاي. مظبوط. أنا سؤال، أنت هنا أشهرت البطاقة لكريم مصطفى نتيجة إن هو إيه؟ هات لي الكورة كده تاني. هو عمل إيه يا كابتن في الكورة؟ هات لي كده. هنا صفارة باحتساب مخالفة للنادي الأهلي. تمام. الراجل مسك الكورة كابتن بإيديه. نشوف 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 نشوف. رماها. هو هنا إداله إنذار على فكرة في الدقيقة 27. أيوه. عشان هجيب لك مخالفة بعد كده لشاطر بره. بعد كده كان يجب إن هو يشفر الإنذار التاني وطلع. مظبوط مظبوط. يلا خلينا نمشي. كريم مصطفى هنا يا كابتن ماشي، لاعب النادي الاهلي بيعدي. قلنا دايما انا لو عديت كريم فؤاد عندي ايه؟ عندي ايه يا بلال؟ لو انا النهارده هات اللعبه دي تاني بعد اذنك. كريم فؤاد هات اللايف بتاعها. هات اللايف. ايوه. نمشي 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 ماشي. ستوب. ان لم ترتكب هذه المخالفه يا كابتن بلال انت عندك فرصه ولا ما عندكش فرصة حاجة اسمها هجوم واعد. طبعا. لو انت النهاردة الراجل ده ما عملش معاك المخالفة ديت هتستحوذ وهتعدي واحد ضد واحد ممكن، هتعمل بالعرض ممكن، هنا المفروض في انذار تاني. مع بلال؟ انذار تاني؟ لم يشهر يا كابتن علاء. صح. اللاعب ده تاني كابتن المهاجم ده بتاع النادي الأهلي. إن لم ترتكب هذه المخالفة عنده إمكانية يعدي ولا ما يعديش؟ طبعا. هيروح الراجل بتاع المول هيقابله، هيعمل دريبل، هيعمل بالعرض. يبقى دي اسمها تعطيل هجوم. ده الانذار الثاني كان يجب طرد في لاعب المقاولين. نروح اللي بعد كده. تعالى بقى هنا بقى يا كابتن، وانا اللي بسال يا كابتن مدحت، والله انا ما عنديش مشكله في تقديرك، ولكن هذه الحالات هات ال 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 ايوه دي اللقطه الاخيره بعد اذنك. طبعا. ستوب. رجله راح للرجل. السؤال هذا الدخول يا كابتن اسامه، ايه رايك فيه؟ ده طرد يا كابتن. ايه رايك فيه؟ كارت احمر مباشر. كارت احمر مباشر. طب يا سيدي انا قلت 100 مره الحكم ما عندوش التفاصيل، من فضلك يا فار يا اللي موجود بالظبط ابتدي. تعالى يا كابتن محمد شوف الحاله، قد نختلف في التقدير يا بلال. تعالى تاني نشوف هنا الاستارز رايح فين يا كابتن. على قصب رجلك. هتقول لي كارت احمر يا كابتن القوه، وهتقول لي السرعه، وهتقول لي القوه قلت، ولكن انا بقول بكل المقاييس هنا بطاقه حمراء. أنا من وجهة نظري. طب حضرتك موجود في الفار، محمد عادل ما شافش تفاصيلها، دورك إيه؟ أنت دورك إيه في الفار؟ مش كده بيقولوا إيه؟ دايماً من فضلك يا كابتن عصام إحنا بنحترمك جداً جداً. بنحترم لجنة الحكام ومعاك ومفيش مشكلة خالص عندنا. الحاجة الكويسة بقول عليها كويسة، ولكن أنا النهاردة بقول على الأقل الحالة ديت لو جت لـ 50 حكم في الـ في الـ في الكلاس عشان ياخدوا قرار يا كابتن بلال هنختلف كلنا فيها. إذن أنت الفار تقديره ربما إن دي أصفر، ولكن محمد ما شافش تفاصيلها. كان يجب على الفار استدعاء الحكم في هذه الحاله والحكم ياخد القرار. شايف احمر ماشي، شايف ان هي اصفر ياكد قرارك ماشي. دي حاله انا بتكلم فيها كابتن علاء.
على انا شايف من وجهه نظري ده طرد مباشر في هذه الحاله. يلا تعالى بقى للحاله اللي جايه تاني للفار نشوف واحده واحده. محمد عادل خلي بالك احنا عندنا النهارده بالظبط نقط بس. لا ماشي 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 اوكي اوكي ماشي ماشي انا عاوز اجيب اللعب الاول وهشتغل. يلا نمشي 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 تاني نمشي تاني بس ستوب بحضنه. السؤال يا كابتن محمد عادل انا مش هشوف، خلينا نكون امنا، انا كحكم لو انا جبت لايف كده عندي عندي يا كابتن عادل عندي بتاع حوالي 8 9 لعيب الفار برضه استحاله. يبقى انا النهارده بهذا الشكل يعني تيشيرت خلاص مشدود صح. دي تاني حاجه للفار يا كابتن، انا عندي علامه استفهام على الفار هنا. دي اللعبه ديت تقريبا بعد الهدف اللي اتلغى مظبوط كان يجب، انا شايف ان ركله جزاء صحيحه لحسام حسن مظبوط مش مجامله لحد والله ابدا، ولكن هذه الحاله بالشكل ده انا كفار ما اجيبش الحكم زيه يعني ازاي ازاي. عشان كده كابتن عصام والله احنا ما فيش مشكله بس في هذه المرشات حط حكم عنده خبرات لا 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 لحظه يا كابتن لحظه واحده يجب ان احنا نحط حكم عنده خبرات كبيره تتوافق مع خبرات حكم المباراه ماشي لحظه واحده بس مع احترامي طبعا لمدحت طبعا ماشي لحظه واحده هي دي محتاجه خبرات معلش هو انا ما بحرجش حضرتك انا ما بحرجكش لا مش بتحرجني يا كابتن انا قلت بس بسأل انا قلت هنا في مسك في ركله جزاء خلاص صح. انا قلت قراري هي دي محتاجه السؤال هنا الفار ما جابش الحكم ليه ده السؤال بس ماشي انا بتكلم في كويس. في الفار ما جابش الحكم ليه فيها كويس لان الحكم صعب كابتن ايمن انا شفت تفاصيلها اتفضل مظبوط معاك سواء حكم الساحه او الحكام اللي على الفار ايوه دي محتاجه خبرات ده مسأل بس السؤال كابتن المسك في القانون المسك ما فيش فيه مسك خفيف ولا مسك قوي. تقيل ماشي. يعني ماشي. المسك مسك خلاص. كابتن يا كابتن انا بتكلم على حاجه ثانيه يعني الكابتن محمد عادل مش شايف من الزحمه بالظبط كويس قوي بالظبط انا قاعد على الفار ده انا لو عندي 10 سنين واحد على الفار مش محتاجه خبرات بالظبط محتاجه ايه بالظبط ده اللي احنا بنقول لا اقول لك اقول لحضرتك محتاجه ايه محتاجه ضمير بص يا كابتن احنا وانا متحمل لا معلش يا كابتن لا ماشي دي متكرره يا كابتن اتفضل حاسبك الحاجات دي على النادي الاهلي متكرره بالظبط من السنه اللي فاتت طبعا. فمش كل مره هقول خبرات لا اصل مش متشافه اصل الراجل اللي على الفار يعني شاف انها ما تستاهلش مفيش حاجه اسمها ما تستاهلش ومش لا دي حاله واضحه خلاص اقول الحكم بالظبط هو طيب هو يبقى في تعمد يا كابتن لا الفكره كابتن مش هتكلم بص فكرة في ايه اتفضل يا كابتن اتفضل الفكره العبقريه انه يجيب واحد على الفار ما عندوش خبرات يا سيدي مش محتاج خبرات لا اسمعني بس يتقال ان هو ما عندوش خبرات يا كابتن في ضحيه في واحد ضحيه ده هيطلع يتقال انه ما عندوش خبره هيطلع يتقال انه ما عندوش مش هيتقال الكلمه اللي انت قلتها ما عندوش دم لكن هو راجل ما عندوش ده الفكر ده تظبيط الشغل احسن من الشغل فهمتني بص كده هو كتير بعد اذنك اللي قبليها كمان اصعب واللي قبليها شد شد برضه بص كده بص كده هذه الحاله هذه اللعبه لعبه انا النهارده بعمل تشيك على ايه كده انا الفار معمول ليه تاني هقول تاني وتالت ورابع الفار معمول ليه لمثل هذه الحالات اللي الحكم ما بيشوفهاش لا كده الحالات اللي كابتن اللي هي اللي يعني الحكم ما بيشوفهاش او مش واضحه بالنسبه له نتيجه تمركزه سيء نتيجه تمركزه خاطئ نتيجه ان الزحمه الموجوده نتيجه ما عندوش تفاصيل الحاله انا الفار معمول عشان الحاجات دي انا كان يجب بقول تاني يبقى انا عندي النهارده ركله جزاء لم تحتسب لحسام حسن ماشي ادي واحد عندي كمان ركله جزاء تم تنفيذها بالخطا واللاعب اللي تدخل في منطقه الجزاء استفاد وشتت الكوره خلي بالك ده دي مشكله عارف لو كان دخل يا كابتن وما شتتش الكوره حاول ان دخوله ما اثرش ولكن دخول هذا اللاعب للمقاولين دخل وشتت الكوره دي حاجه عندي قرار طرد مباشر من وجهه نظري 32 بس عندي لاعب زي ما قلت كريم مصطفى 27 واخد انذار وفي لعبه كريم المفروض كان ياخد انذار الثاني هذه القرارات يا كابتن محمد من فضلك لو سمحت هذه القرارات المفروض ما فيش فيها حسابات نروح لاخر حاله الحاله الاخيره يلا حالة بقى من الحالات المهمة جدا جدا محمد عادل هنا بيشوف عندنا محمود أبو رجال مساعد رقم واحد الحالة نشوفها كابتن هنا بشكل كويس حارس مرمى طلع ثم نمشي بقى نمشي وهقول لك تقف تقف ستوب هو هنا رامي ربيعة فين
في موقف تسلل. تمام تمام لمسهاش بس غير متداخل. واحده واحده بس ايه نوصل للناس. اتفضل هنا اللاعب هنا فوق السله نقط بس من فضلك. لو دخلت الكره مباشره في مشكله جول. جول طبعا. ليه ليه احنا لما اللاعب يكون في موقف سله يا بلال بنعاقبه امتى؟ بنعاقبه لما يتداخل متداخل. في اللعب واحد يتداخل مع المنافس، اثنين يستفيد من كونه في موقف تسلل. تسلل واحده واحده. هنا اللاعب في موقف تسلل من فضلك لو سمحت خلينا واقفين على الحته دي. انا هنا رامي واقف على خط المرمى، هو عمل اي حاجه خالص؟ لا. لعب الكره بدماغه؟ لا. لو جت جون جول. جول صح؟ ماشي مفيش فيها مشكله؟ لا. طيب نشوف بقى اللعبه اللي بعديها واحده واحده. بس ستوب هنا. اللاعب لازم في موقف تسلل عمل ايه يا كابتن؟ احنا قلنا تداخل. التسلل بيعني ايه؟ يتداخل في اللعب، يتداخل مع المنافس، يا الاستفاده من كونه في موقف تسلل. هنا بنقول التداخل في اللعب، ماذا يعني التداخل مع المنافس يا كابتن احمد؟ يعني ايه عشان نوضح للناس؟ لعب الكره نمره واحد، منع المنافس من لعب الكره او القدره على لعبها من خلال حجب الرؤيه او منافسه المنافس. تمام؟ مظبوط. عندنا كذا حاجه، محاوله لعب الكره القريبه، حاجه ثانيه محاوله منافسه المنافس على لعب الكره، حاجه ثانيه التاثير على قدره المنافس. كل الكلام ده احنا بنتكلم فيه بامانه. فكره النادي الاهلي بنقول اهو ما عندناش مشكله خالص. هنا رامي ربيعه كان في موقف تسلل، لو جت جون مره واحده جون، ولكن كون ان هو يتداخل هنا، هنا في تداخل يا كابتن احمد. أيوة. وتداخل في القانون هنا ايه؟ قلل من قدره اللاعب. ايوه هذا اللاعب اللي هو المقاولين عنده قدره يلعب ولا ما عندوش؟ أيوة. ممكن عنده القدره يلعب. ايوه عارف لو رامي وقف مكانه يا كابتن هنا ما اتحركش، ما كانش وبرضك رد الثاني وجت جون. جون. ايوه انما دخول رامي مع اللاعب تداخل معاه، هنا بنقول تداخل منافس، وبالتالي هنا التسلل كان موجود. بحيي فيها الحكم محمود ابو رجال. لعبه صعبه جدا 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 انك انت تقول على هذه الحاله تسلل. بحيي بامانه من خلال قناه النادي الاهلي، واحنا هنا فير. ده هدف جاي النادي الاهلي في دقيقه 86، ولكن احنا ما بنقولش غير الحقيقه. ولكن احنا النهارده لينا ركله جزاء لم تحتسب لحسام حسن. طرد ما فيش فيها هزار. ده طرد. الفار ما جابش الحكم. عندنا كمان طرد للانذار الثاني. يا جماعه الحكام من فضلك ما تعملش حسابات للي جاي. انت بتدي المخطئ النهارده افضليه على الفريق الثاني، يعني انت النهارده بتدي له افضليه ليه؟ هذا اللاعب اللي ارتكب المخالفه، هو انا ارتكبت المخالفه يستحق بطاقه؟ اديله بطاقه. خد البطاقه في دقيقه 27، اديله بطاقه في دقيقه 30، مفيش مشكله خالص. أي. ولكن انا عامل حسابات يا كابتن في المباراه. كابتن هو حضرتك معلش معلش حضرتك بتتكلم بتحفظ بعض الشيء. إيه لما الاخطاء تبقى متكرره ماتش واثنين وثلاثه في مرحله حاسمه في الدوري في المنافسه طبعا، ليه دايما بنقول واحد ناقصه خبرات، واحد بيعمل حسابات، واحد السنه اللي فاتت يا كابتن ماتش واثنين وثلاثه واربعه وخمسه اكتر من 14 نقطه. تمام ماشي تمام. طيب ليه مش عايزين نقول ان لا في وقفه هنا في تعمد؟ لان الفار بيشتغل ضد النادي الاهلي، ما بيخدمش النادي الاهلي، ما بيخدمش عن حق. يعني انا ليا حق؟ انت دورك ايه في الفار بالظبط؟ اديني حقي. وبنشوف في ماتشات ثانيه، معلش يا كابتن، بنشوف في ماتشات ثانيه لو في اي حاجه للمنافس على في ثواني، تمام 10 ثواني اتخذ القرار في حاجه ضد المنافس ولا كانه شاف حاجه. بص يا كابتن ايمن، انا بس هرجع لكلام الكابتن عصام. اولا الكابتن عصام بيشتغل كويس تمام، ولكن هو لما جه مسك التحكيم قال ايه؟ قال حاجه جميله جدا، قال لك انا لما مسكت التحكيم كان تقريبا 10% بس كابتن اسامه اللي هم عندهم القدره ان هم يديروا ماتشات. وقال اتفاهم جدا جدا، قال كده، قال النادي الاهلي ان في نقاط ضاعت الموسم اللي فات. صح. وقال ان احنا نشتغل على تطوير الحكام، وهو بيشتغل. كابتن ما هو ممكن انا يعني كمسؤول بطور، ولكن الحكام عندي مشكله ما بتطبقش. كابتن في فرق بين ان انا اقرا القانون واحفظه وان انا اجي اطبق القانون. صح. في مشكله عندنا في تطبيق القانون، خلي بالك. ولكن يا كابتن عصام صدقني، ربما انت بتشتغل كويس قوي 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 والحكام مش مساعداك، يعني ده وارد. ولكن في النهايه يا كابتن، مين اللي النهارده اللي بيتظلم؟ مين النهارده بيروح منه بطوله؟ ما الكلام ده بيتكرر. يعني النهارده انا مش بقول النادي الاهلي، انا بتكلم على اي نادي. لما انا النهارده عندي ركله جزاء لم تحتسب، ركله جزاء تدخل لاعب، كل هذا الكلام ما كلها. لا كابتن، هو النادي الاهلي كل ده
هو كل النادي الاهلي اللي بيظلم، حرم النادي الاهلي النهارده من 3 بونت. ايوه هو النادي الاهلي اللي بيظلم، اللي احنا بنتكلم فيها كده. يبقى اذا النهارده حتى لو حكام عندك ما عندهاش خبرات او عندها تطبيق خاطئ، هنا النادي الاهلي النهارده هو كابتن، هو الضحيه. صحيح. في النقاط اللي بتضيع منه، ودي المشكله. واحنا عندنا حكام كويسين فار كتير يعني، حتى حكام ساحه كويسين بالظبط. هو وجهه نظره بقى الكابتن عصام ان ما عندوش خبرات، لا هو اللي عبقري بقى في الحاجات دي، يقول لك انا ما عنديش خبرات عشان يعمل اللي هو عايزه. انا كابتن انا في النهايه الاهلي النهارده بصرف نظر، احنا جبنا الهدف وقلنا الهدف في تسلل، ولكن انا شايف النهارده في اخطاء تحكيميه كابتن بلال النهارده. طيب. كان من الممكن ان هي النادي الاهلي النهارده لو خد حقه فيها كان اكيد المباراه خلصت من بدري، يعني بتكلم في طرد، بتكلم في ركله جزاء، هنا كانت خلصت الماتش. يا سيدي ادي النادي حقه فقط لا غير، وما تعملش حسابات ان ده عنده انذار، ما عندوش انذار. دي مشكله كبيره جدا عندنا كابتن في التحكيم، يا رب لابد احنا نتخلص منها في الفتره اللي جايه. ولكن النهارده انا بقول حتى لو كان ما عندوش خبرات واخطاء تحكيميه، النادي الاهلي النهارده فقد 3 نقاط بسبب بعض القرارات التحكيميه في هذه المباراه. نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا. اشكرك كابتن. بنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والمقاولين العرب والمؤجله من اسبوع 21 دوري العام المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بتعادل الفريقين 0-0. كل التوفيق للنادي الاهلي في الفتره القادمه ان شاء الله، الفتره الصعبه القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن علاء ميهوب شكرا يا كابتن شرفتنا. شكرا يا كابتن. احمد بلال شكرا شرفتنا. شكرا كابتن. كابتن اسامه عرب شكرا. شكرا كابتن. شكرا شكرا. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق تحياتي.